نشرة الظهر من القناة الوطنية الأولى، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية يعيد القانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية إلى البرلمان، ويعلل قراره بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالأجيال الدستورية. تونس تعرب عن تضامنها التام مع الأردن ومساندتها المطلقة لما تتخذه قيادات المملكة من قرارات لحفظ أمن هذا البلد بعد حملة الإيقافات لشخصيات بارزة لأسباب أمنية. اختتام الدورة 20 لمهرجان الأغنية التونسية وتتويج عدد من المشاركين بجوائز وإجراءات لفائدة المهرجان خلال الدورة القادمة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الموعد الإخباري. أعاد رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس القانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية إلى رئيس مجلس نواب الشعب، معللا ذلك بجملة من الحجج القانونية التي يكفلها له الدستور وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية. أبلغ رئيس الجمهورية قيس سعيد من خلال مكتوب توجه به مساء أمس إلى رئيس مجلس نواب الشعب رده للقانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، وعلل رئيس الجمهورية لجوءه إلى حق الرد والذي يكفله له الدستور وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالأجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 48 بعد 100 من الدستور، والتي جاء فيها أنه يتم في أجل أقصى 6 أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المجلس الأعلى للقضاء، وفي أجل أقصى سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستورية. كما استند رئيس الجمهورية على عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم، مشددا على ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي وغير بريء وفق البلاغ ذاته. وكانت أجل الطعون في القانون المنقح المصادق عليه بالبرلمان يوم 25 من مارس الماضي قد انتهت يوم الأربعاء الماضي وفق ما يضبطه القانون وما أكدته هيئة مراقبة دستورية القوانين، التي أشارت إلى أن رئيس الجمهورية وبانتهاء الأجال القانونية يكون الجهة الوحيدة التي تبقى لها خيارات دستورية وقانونية. وكان رئيس الجمهورية التقى بداية الأسبوع الجاري ثلة من أساتذة القانون يتقدمهم رئيس اللجنة التي تولت إعداد مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، حيث تم التركيز بالخصوص على الدور الأساسي للمحكمة الدستورية في إرساء دولة القانون بعيدا عن الاعتبارات السياسية، والتأكيد على ضرورة أن تتوفر في هذه المحكمة كل الشروط لتحقيق مقاصدها ومن بينها الحياد والكفاءة حتى لا تكون امتدادا لأي جهة سياسية وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية. وللمزيد تنضم إلينا مباشرة عبر الهاتف هناء بن عبدة أستاذة القانون الدستوري. أستاذة بن عبدة أهلا بكم. إذن ما هي المآلات القانونية لرد رئيس الجمهورية للقانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية إلى البرلمان؟ شكرا على الاستضافة. طبعا رئيس الجمهورية في هذا الإطار مارس صلاحية دستورية يمنحه له الفصل 81 من الدستور. طبعا رئيس الجمهورية قام برد قانون أو مشروع قانون المنقح لقانون المحكمة الدستورية الذي صوت عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي بأغلبية 111 صوت أو 111 نائب. وتعني آلية الرد، خلينا نفهم ونفسر للتوانسة معنى الرد بالنسبة لرئيس الجمهورية، هو صلاحية أن يعيد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى مجلس النواب في أجل في أجل معين اللي هو 4 أيام من انتهاء يعني أجل الطعن في الدستورية. رئيس الجمهورية ارتأى أن لا يقوم بالطعن في دستورية القانون وفضل الذهاب إلى رد القانون أو رد مشروع القانون لقراءة ثانية للنص، بمعنى أن هذا النص سيقوم المجلس النواب بإعادة التصويت عليه، بإعادة مناقشته والتصويت عليه من جديد بأغلبية جديدة. يعني ما عاد نحكيه على أغلبية المجلس وإنما نحكيه على 3 أخماس المجلس، يعني باش نرتفعوا إلى 131 نائب. لابد اليوم من تجميع 131 صوت في البرلمان لكي يمر هذا القانون من جديد نحو رئيس الجمهورية.
وتعليل رئيس الجمهورية في هذا يقول أنه حسب الرسالة التي نشرتها الرئاسة في صفحة رسمية لرئاسة الجمهورية أن المجلس يعني كان مدعو لوضع وإرساء المحكمة الدستورية في أجل سنة من انتخابات 2014. واليوم يقول رئيس الجمهورية أن هذا الأجل انقضى بست سنوات، وأصبح هذا الأمر تعديل القانون المنظم للمحكمة الدستورية في التركيبة الأولى لها أصبح موقف دستوري مستحيل حسب رئيس الجمهورية، لأنه يعتبر أن الأجل هي تهم النظام العام وليست أجل استنهاضية، وبالتالي اليوم لا يمكن للمجلس أن ينقح قانون لم يقع تفعيله بشكل كامل في تركيز المحكمة الدستورية في تركيبتها الأولى. نعم أستاذة، ما هي الأجال التي سينقح فيها البرلمان القانون بعد رده؟ طبعا هو قانون أساسي فيتخذ أجال قانون الأساسي، وبالتالي اليوم لابد من أنه يرجع رئيس البرلمان لتحديد جلسة عامة ولإعادة النقاش في هذا القانون. نعم هنا بن عبدة أستاذة القانون الدستوري كنت معنا عبر الهاتف مباشرة، شكرا لكم. وفي تطورات الوضع الوبائي في تونس، بلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية لتقصي وباء كورونا 60% من مجموع التحاليل التي أجريت ضمن تدخلات خدمات المساعدة الطبية والاستعجالية، وفق ما أكدته نائبة رئيس قسم الإسعاف الطبي والاستعجالية سعيدة زلفاني، التي أكدت أن هذه النسبة تعد مؤشرا خطيرا يستوجب الحذر في تطبيق البروتوكول الصحي ويعكس تطور وتيرة الإصابة بالوباء وفق تعبيرها. ويذكر أن وزارة الصحة أعلنت مساء أمس عن تسجيل 41 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد و1623 إصابة جديدة. هذا وانطلقت اليوم عملية تلقيح المسنين ضد فيروس كورونا بدور الرعاية. فيما ما يزال فيروس كورونا يسجل أرقاما قياسية على مستوى العالم، متسببا في وفاة أكثر من 2,800,000 شخص وإصابة أكثر من 130 مليون شخص منذ ظهور الجائحة نهاية ديسمبر 2019، يلف الغموض لقاح أسترازينيكا في عدد من الدول. علق بعضها عملية التطعيم بجرعات هذا اللقاح بالنسبة للأشخاص الذين دون 60 عاما. تتنامى المخاوف في عدد من دول العالم من تلقيح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، خاصة بعد إعلان وفاة 7 أشخاص تلقوا هذا النوع من اللقاح بسبب جلطات دموية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 30 حالة وفاة حتى الآن. وقد أعلنت وكالة الأدوية البريطانية أنه تم إعطاء حوالي 18 مليون جرعة أسترازينيكا، وتم تسجيل 22 حالة تخثر دموي وريدي دماغي وثماني حالات لجلطات مرتبطة بنقص الصفائح الدموية. وفيما لا يزال الغموض يحيط بالأثار الجانبية لتلقيح أسترازينيكا، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الإدارة الأمريكية قررت تحويل مصنع بمدينة بالتيمور لإنتاج لقاح جونسون أند جونسون المضاد لفيروس كورونا حصرا، ووقف إنتاج لقاح أسترازينيكا فيه. وتأتي هذه الخطوة بعد الكشف مؤخرا عن إتلاف حوالي 15 مليون جرعة من لقاح جونسون أند جونسون المضاد لفيروس كورونا نتيجة خلطها مع مكونات لقاح أسترازينيكا عن طريق الخطأ، وهما لقاحان مختلفان. يأتي هذا الجدل في وقت علقت فيه عدة دول عملية التطعيم بجرعة أسترازينيكا للذين تقل أعمارهم عن 60 عاما على غرار ألمانيا وهولندا. تطورات متسارعة تتزامن مع ارتفاع قياسي لحالات الوفيات والإصابات بكوفيد 19 في العالم، ليتخطى عدد الوفيات بكورونا عتبة 2,800,000 شخص. ففي فرنسا أعلنت السلطات الصحية أن عدد مرضى كوفيد 19 في وحدات العناية المركزة بلغ 5,273 شخصا، بزيادة 19 عن اليوم الماضي، مع دخول البلاد في ثالث عزل عام للمساعدة في مواجهة الجائحة العالمية. كندا من جهتها التي تكافح الموجة الثالثة من الوباء، فقد ظلت الحالات المؤكدة فيها في تزايد لتتجاوز حالات الإصابة بكوفيد 19 المليون إصابة،
وبذلك تصبح كندا الدولة رقم 23 في العالم التي تتجاوز المليون حالة مؤكدة وفقا لإحصاء عالمي للعدوى العالمية أجرته جامعة جونز هوبكينز. دعت عمادة المهندسين التونسيين كافة مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية إلى الدخول في إضراب غيابي مفتوح ابتداء من يوم غد الاثنين، مع الامتناع عن الحضور إلى مراكز العمل والتوقف التام عن كل نشاط بالنسبة للعاملين عن بعد. كما دعت العمادة وفق بيان لها مهندسي الوظيفة العمومية لحمل الشارات الحمراء مساندة لزملائهم في المؤسسات والمنشآت العمومية، مؤكدة أن الإضراب المفتوح مستوفى الشروط القانونية وأنها تلتزم بالدفاع عن منظورها بجميع الوسائل المشروعة. التوجه إلى البستنة هواية يقصدها العديد لما لها من فوائد على نفسية الإنسان، خاصة مع تأثيرات أزمة كورونا النفسية. كاميرا الأخبار جابت أحد محلات البستنة. تفتحت ورود الربيع فأشرقت البساتين والحدائق والشرفات بأزهى الألوان والعطور، فكثيرا ما تكون هذه النباتات على اختلاف أسمائها وأصولها وأحجامها مصدرا للراحة النفسية ومقصدا للعديد ممن يهون البستنة ويقصدون هذه المحلات التي تعرض مختلف الأنواع من النباتات، من تلك المخصصة للزينة والأشجار المثمرة والورود وغيرها. وهنا قد تصل أسعار بعض النباتات إلى أثمان خيالية، كهذه النبتة البونزاي ذات الأصول الهولندية والتي يتجاوز سعرها 7000 دينار. يعني محضر شاريو غادي جمعة اللي فات، شاريو آخر كيف هناك ومصروفي كله ماشي في النوار. حب لي بلانت فهمتها مالغري عندي ان ابارتمون. شفت شويه تفاح هذوما باش نعطيهم للوالد باش تلا بهم الي اون غوتخيت، دونك شويه وهذه ان بلونت انتيريور زاده كيف تلا بها. سيرتو ان بيريود دو كونفينمون كي يقلقوا الكبار ما عندهم ما يعملوا لازمنا نعطيهم حاجه تلاو بهم وما يتلاهوا شويه بالغرس وبالنوار. الدعم علينا مكيف الدار، سبحان الله تفوح الدار تزين الدار وغرامي بصراحه. إقبال ملحوظ على هذه النباتات التي تخضع عملية زراعتها إلى قواعد يجب اتباعها حتى تعيش النبتة، فالبستنة فن وتناسق. يا خوهم فما حاجات يجاو يتمشاو مع بعضهم، مثلا كما مرتقوش، كليل، زعتر، حاجات شنو متاع كيف باش كي يخرج من الدار تتبدل، يعني ما عادش يشوف منظر أبيض، حاجات يشوف يعني ديما الحاجة اللي ترتح النفس. عندنا الأوركيدي، عندنا الأنتريوم، كراسيلا، البونزاي، الكوبريسيس، هذوما نباتات داخلية. ثم نباتات الخارجية، ثم إيبسكيس، ثم الفيفاس، نباتات تختلف في السقيان متاعها. ثم اللي تحب ديما تعيش في الماء ديما تتسقى، ثم العكس متاعها هما اللي كاكتين سموهم نحنا. الأسعار تختلف، تبدأ من دينار و200 انتي ونوع النبتة. عالم البستنة هواية يتوجه لها العديد، تشير آخر الدراسات بشأنها إلى فوائدها العديدة على نفسية الإنسان. فالجلوس وسط الطبيعة أو بين النباتات والاعتناء بها يمكن أن يكون علاجا للقلق والأرق والاكتئاب، لما له من أثر كبير على نفسية أرهقها النسق اليومي للحياة وتداعيات جائحة كورونا. يؤدي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط زيارة إلى تونس يوم 4 و5 من أفريل الجاري. سيلتقي خلالها رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي. وسيطلع أبو الغيط وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية رئيس الجمهورية باعتباره رئيس القمة العربية 30 على مسيرة العمل العربي المشترك منذ القمة الأخيرة التي انعقدت بتونس شهر مارس 2019. كما ستكون له جلسة عمل مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لمواصلة التنسيق والتشاور حول أبرز القضايا العربية، إضافة إلى بحث السبل الكفيلة بدفع العمل العربي المشترك ومزيد تفعيل المؤسسات العربية وأجهزتها والارتقاء بأدائها.
أعربت تونس في بلاغنا أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم عن تضامنها التام مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وأكدت دعمها الكامل ومساندتها المطلقة لما تتخذه المملكة من قرارات وإجراءات بما من شأنه أن يحفظ أمن هذا البلد. يأتي ذلك عقب أعلان السلطات الأردنية إيقاف عدد من الشخصيات البارزة من بينها وزراء وسياسيين سابقين لدواع أمنية. تتواصل ردود الفعل العربية والدولية مناصرة للإجراءات التي اتخذتها المملكة الأردنية بعد إقرارها حملة اعتقالات لشخصيات بارزة لأسباب أمنية وفق السلطات الأردنية. فقد عبرت جامعة الدول العربية على لسان أمينها العام أحمد أبو الغيط عن التضامن التام مع التدابير التي اتخذتها القيادة الأردنية لصيانة أمن المملكة والحفاظ على استقرارها، معربة عن ثقتها في حكمة القيادة الأردنية. مجلس التعاون الخليجي كان أيضا من بين المساندين، موضحا أن أمن المملكة من أمن دول المجلس. كما أيدت دول عربية قرارات السلطات الأردنية من بينها السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر ولبنان والبحرين وقطر. وفي واشنطن صرحت الخارجية الأمريكية بأن العاهل الأردني شريك رئيسي للولايات المتحدة ويحظى بدعمها الكامل. هذا الدعم الدولي يأتي عقب إعلان الجيش الأردني أنه طلب من الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني وولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره وفق بيان الجيش، الذي أشار أيضا إلى أنه تم احتجاز شخصيات أخرى بارزة في إطار حملة تحقيقات أمنية شاملة، مضيفا بأن لا أحد فوق القانون. فيما تحدث ولي العهد الأردني السابق من خلال مقطع فيديو عن وضعه قيد الإقامة الجبرية متهما قادة البلاد بالفساد وعدم الكفاءة. يذكر أنه نادرا ما يتم إلقاء القبض على كبار المسؤولين أو أفراد العائلة المالكة في الأردن. أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن العودة إلى الاتفاق النووي تتضمن خطوة واحدة فقط، وهي رفع كافة أشكال العقوبات عن طهران، مضيفا أنه لن تكون هناك مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية في فيينا، موضحا أن هذه المحادثات ستكون فنية بالكامل وستناقش طهران خلالها العقوبات التي ينبغي إلغاؤها للعودة إلى الاتفاق. في أخبار الرياضة، التحقت المصارعات سوار بوستة وزينب الصغير وسارة الحامدي بقائمة المصارعين التونسيين المتأهلين للمشاركة في الألعاب الأولمبية المقررة بالعاصمة اليابانية طوكيو انطلاقا من 23 من جويليا المقبل، وارتفع بذلك عدد المصارعين التونسيين الذين ضمنوا تأهلهم للألعاب الأولمبية خلال الدورة الترشيحية المقامة منافساتها بالحمامات إلى 8 مصارعين بعد تأهل أمجد معافي وهيكل عاشوري وسليمان نصر وأمين قنيشي ومروان العامري. اقترب بايرن ميونخ من الفوز التاسع على التوالي بالبطولة الألمانية لكرة القدم عندما تغلب على ملاحقه لايبزيغ. بايرن ميونخ الفارق في الصدارة بينه وبين لايبزيغ إلى 7 نقاط. سجل روميلو لوكاكو هدفه 20 في بطولة الدرجة الإيطالية الأولى لكرة القدم ليقود أنتر ميلانو إلى الفوز على مضيفه بولونيا بهدف دون رد ضمن منافسات الأسبوع 29 من بطولة إيطاليا لكرة القدم، وأصبح فريق أنتر ميلانو المرشح الأبرز لحصد اللقب لأول مرة منذ 10 أعوام، بعد أن ابتعد عن ملاحقه نادي ميلان صاحب المركز الثاني ب8 نقاط في الترتيب العام. ونعود إلى الشأن الوطني، وفي أخبار الثقافة، وبتوزيع الجوائز على مستحقيها أسدل الستار مساء أمس بمدينة الثقافة على الدورة 20 لمهرجان الأغنية التونسية. في هذا الروبرتاج نقدم أهم محطات هذه التظاهرة الموسيقية ومنها سهرة الاختتام. Respiro manca, tu filho.
هي الأغنية المصورة التي تحصلت على جائزة الدورة 20 لمهرجان الأغنية في هذا الصنف، عمل فني من غناء نور شيبة وإخراج يانيس طلال. يانيس طلال وهو شاب تونسي مخرج مقيم في فرنسا مع رابر تونسي كذلك اللي هو مستر سينا، كذلك ممثلين كانوا معايا كما وحيد الدريدي كما شادلي العرفاوي. حبيت نوصل رسالة، قصة واقعية، هي الحكاية صايرة موجودة في واقعنا التونسي، أنه ما يلزمناش نلوحوا بشباب في البحر. في مسابقة جائزة منورس مادح للأغنية الملتزمة، فازت أغنية السلام الجديد بجائزة هذه الدورة، أغنية كتب كلماتها البشير بن حامد ولحنها بسام طرابلسي ووزعها شكري بوديدح وغنتها عبير دربال. سمعتها عجبتني، ارتحت فيها، حسيتها أغنية متاعي أنا، وقلت علاش ليش ما نشاركش. إن شاء الله يا ربي تونس تكون بخير ونتعديوا الأزمة هذيا متاع المرض، ويا ربي إن شاء الله الجاي خير. وفي قسم الإبداع الحر تحصلت معزوفة غثيث من ألحان قيس الزايري بالجائزة الثانية، بينما عادت الجائزة الأولى للعمل الفني القدر للموسيقي راسم دمقة. ألف مبروك أستاذ راسم. الأغنية الوترية عادت جائزتها الأولى لأغنية نادم كلمات وألحان سليم عبد الله وتوزيع مروان الزايري وغناء أحمد الرباعي. أغنية كلام تونسي وستيل نتاع موسيقى جديد في سلو، حاجة جديدة معناها على المستنسين نسمعوه. فرحان برشا بالأغنية ذي اللي أنا كنت ديجا حضرتها من قبل، معناها من قبل ما نسمع بمهرجان الأغنية اللي هو بشرجع، وفرحت برشا بعودته. وكانت ورشات قد تم تنظيمها على هامش المهرجان تعلقت بواقع الأغنية وكيفية ترويجها ومعوقات إنتاجها، وانبثقت عنها جملة من التوصيات كإشراك القطاع الخاص في عملية الإنتاج وإقامة ورشات تكوينية للفنانين للبث والترويج عبر مواقع الشبكات الاجتماعية. وقد أعلن وزير الثقافة بالنيابة لحبيب عمار عن جملة من الإجراءات اتخذتها الحكومة لفائدة مهرجان الأغنية كمضاعفة الميزانية المخصصة لهذه التظاهرة الفنية، والتي ستصبح في حدود 1.6 مليون دينار بعد أن خصص لها في هذه الدورة 800 ألف دينار. ضاعفت ميزانية المهرجان تاع أغنية تونسية، وباش يكون عام الجاي ابتداء من العام الجاي يتعمل على 24 ولاية نتاع تونس، خاطر عام السنة شمل تقريبا 12 ولاية، لكن العام القادم باش يتعمل على 24 ولاية. وثالثا فما قرار هام وهام جدا لأنه يخص الثقافة ككل بكل أنشطة نتاعها بكل الميادين، هو البدء الشروع في إعداد لزاسيز دو لا كولتور، معناتها المؤتمر معناتها للثقافة اللي عبر معناتها استشارات جهوية ووطنية باش نخرجوا بخطة مستقبلية للعشر سنوات القادمة، شنو ما توجهات، شنو ما الأولويات تاع القطاع. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، ونذكركم بعناوينها. رئيس الجمهورية يعيد القانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية إلى البرلمان، ويعلل قراره بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية. تونس تعرب عن تضامنها التام مع الأردن ومساندتها المطلقة لما تتخذه قيادات المملكة من قرارات لحفظ أمن هذا البلد بعد حملة الإيقافات لشخصيات بارزة لأسباب أمنية. اختتام الدورة 20 لمهرجان الأغنية التونسية وتتويج عدد من المشاركين بجوائز وإجراءات لفائدة المهرجان خلال الدورة القادمة. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على موقع التلفزة التونسية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.